السلام عليكم. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على درس لطيف انما الناس مش بتديله اهميته, ventricular septal defects. ف ده موضوع essentially مهم, very common, داخل في جزء كبير من الامراض. يعني عنده كانال, هو يعني complete كانال, هو بالضرورة عنده VSD, مش كده, عنده double outright ventricle, هو عنده VSD, عين فلو عنده VSD وهكذا. فهو داخل في جزء كبير من الامراض التانية. انما خلينا نقول النهاردة ان احنا هنبقى مين اللي بنتكلم على VSDs لما يكونوا isolated. جزء كبير من الكلام اللي بنقوله النهاردة ده بيأبلاي برضو في دروسه, انما ساعتها كل موضوعنا بنتكلم عليه separately. فاحنا هنتكلم النهاردة عن VSD, هو حاجة very common, داخلة في أمراض كتير في congenital, في الغالب بتدي very solid foundation إن الواحد يتعلم بقية congenital. فاحنا النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم على الجزء الأول من VSD. هو ده موضوع كبير كفاية إن احنا نقسمه على مرتين. فأوفرول كده هنبقى بنتكلم على الإنسيدنس, وبالتالي نقول قد إيه هو مهم. هنقول باك جراوند بتاع نورمال اناتومي, وبالتالي نقول لما يحصل بقى في اس دي يبقى ايه المختلف. بنتكلم على اناتوميكال تايبس. في مره جامده كده اتكلمنا على الباثوفيسيولوجي بتاع ليفت رايت شانس, فهنراجع مراجعه سريعه جدا على الباثوفيسيولوجي, انما اسينشلي هنحاول ما نكررش قوي الكلام اللي قلناه قبل كده. فده اللي احنا بنقوله النهارده. المره الجايه ان شاء الله هنبقى بنقول كومن اسوشيشنز, ناتشرال هيستوري, لو في عيان ما عملنالوش حاجه وعنده في اس دي يا ترى هيحصل له ايه, وبالتالي نبقى عارفين ازاي نموديفاي الناتشرال هيستوري دوت. والكلام على الريبيرز بقى بتاعه نقفل في اس دي اصلا ولا نقفلهاش, لو هنقفلها نقفلها امتى, امتى ما نقفلهاش, نعملها نقفلها جراحه ولا قسطره, التكنيكس المختلفه والريزلتس بتاعه كده. ف النهارده اسينشلي احنا بنتكلم على الجزء الاول من الفي اس دي. ف ده موضوع مهم, يبقى بعد البايكاسيت اورتيك فالف والميترا فالف بروبس ال في اس دي از ذا موست كومن كونجنتال هارت ديفكت. و احنا اتفقنا ان هو جزء مهم من عدد من الامراض الثانيه. بنتكلم على كل طفل بيتولد في زي 2 3 عندهم في اس دي, وبالتالي هو it is really common, حاجه زي 40% من كل الكاردياك مالفورميشنز, وبيبقى كويت كومن في البريماتور انفانتس وفي اللو بيرث ويت. فموضوع مهم اهتموا بيه, هو فيري كومن وداخل في حاجات تانية, فالمذاكره فيه مفيده. طيب تعالوا نتكلم كده شويه على النورمال اناتومي. هو احنا هنا عاملين ايه؟ جايبين هارت, فاتحين الفري وول بتاع الرايت فنتركل وبصين من قدام, ويعني من قدام, فاحنا كده راس البني ادم, كده رجله, هنا يمين وهنا شمال, واحنا بصين من قدام. ده الكافيتي بتاع الرايت فنتركل, واحنا فاتحين الفري وول بتاع الرايت فنتركل وقلبين وبصين على الكافيتي. ونقدر نابريشيت انه هو رايت فنتركل ده بيتعامل مع تو فالفز, صمام ترايكاسبيد وصمام بالمونري, كويس. انما علشان نسهل التواصل بين الناس قررنا نقسم الكافيتي دي ل 3 بارتس, بارت انلت وبارت ايبيكال ترابيكولر وبارت اوتلت, كويس. ف اوبسي مفيش خط بيشاور على كده, انما لما بنقول عشان لما كوميونيكيت مع بعض نقول في حاجه بتحصل في الانلت نبقى كلنا فاهمين احنا بنتكلم على ايه. امتى ايه المكان اللي بنقول عليه انلت؟ بنسمي الانلت من اول التراكاسبيد انيلس لحد اخر الكورد الاتاتشمنت بتاعته, يعني رفلي المنطقه ديت, اوكي. كل ما هو بيوند الكورد الاتاتشمنت بتاع التراكاسبيد نسميه الايبيكال ترابيكولار بارت, كويس. طيب في هنا ميديال بابيلاري ماسل, اللي فوق الميديال بابيلاري ماسل ده يبقى اوتلت, ويبقى بنسميه الاوتلت بتاع الرايت فنتركل, او يعني رايت فنتريكولر اوت فلو تراكت بيسموه رايت فنتريكولر اوت فلو تراكت, بيقولوا عليه ار في او تي, اختصاره ار في او تي.
انما بيقولوا عليه كونس، يقولوا عليه انفانديبلم. هو كل لما كل نقول الكلام ده بيبقى قصدنا على الجزء بتاع الاوتلت. وبالتالي يبقى هما في ثلاثه بارتس، انلت، ابيكال ترابيكولار بارت، واوتلت. الانلت وابيكال ترابيكولار بارت دول بيبقوا مليانين كورس ترابيكوليشنز، يعني الاندوكارديوم بيبقى جواه ترابيكول كتير، في حين انه السيرفس الاندوكارديال بتاع الاوت فلو تراكت بيبقى ريلاتيفلي سموث. وطبعا مش سموث ماسل، هو لسه كاردياك ماسل، انما ما بيبقاش فيه الكورس ترابيكوليشنز اللي موجوده في بيتا رايدنت. بس طيب التريكاسبيد فالف ده ليه 3 ليفلتس صح، اللي هم انتيرير وبوستيرير وسبتك، ويبقى بالشبه كده بنقدر نايدنتيفاي 3 بابيلاري ماسلز اللي هم برضو انتيرير وبوستيرير وسبتك، ويبقى كل واحد فيهم تحت كومشر. طيب احنا بنرجع نتكلم على تفاصيل جامده بتاعه الفيتشرز بتاعه الترابيكولي ديت في الدرس بتاع الفالو، فخلينا نبقى بنقول تفاصيل اكتر هناك. انما لحد كده احنا عايزين نقول انه اتنين فالفز ريليتد للار في، ثلاثه بارتس، واتكلمنا على ثلاثه بابيلاري ماسلز والتراكاسبيد فالف اللي ثلاثه ليفلز، مش كده؟ هو اللي احنا قلبينه ده الفري وول صح؟ قوم ده يبقى ايه؟ ده السبتم صح؟ هو ال في فين؟ ال في ورا، احنا يا دوب شايفين الايبكس بتاعه صح؟ ده ال دي اللي هو في الانتيريور انترفنتريكال جروف. قوم يبقى لو انا حطيت ابره كده بلاقي نفسي في ال في، كويس؟ فلو ده ال في ايبكس، هو فين هنا الاسندنج اورطه؟ اللي هناك ده صح؟ فين البالمونري ارتري اللي هيبقى فيه بايفركيشن؟ دوت صح؟ ده بالمونري فالف، وبيبقى ده البالمونري ارتري والبايفركيشن بتاعه. قوم لو ال في اللي هو بوستيرير وشويه تو ذا ليفت عايز يروح للاسندنج اورطه اللي هو بيبقى انتيريور بالمونري بايفركيشن، انما كمان تو ذا رايت صح؟ في حين ان الرايت فنتريكل اللي هو تو ذا رايت بس كمان انتيريور عايز يروح للبالمونري بايفركيشن، البالمونري بايفركيشن بتبقى ورا الاسندنج اورطه وعلى شمالها، اوكي؟ قوم هما تكنيكالي محتاجين يكروس بعض صح؟ لو انا في ال في عايز اروح اورطه همشي كده، لو انا في ال في عايز اروح بالمونري همشي كده. هم يبقى محتاجين ان الاثنين اوت فلو تراكتس بتاعه الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل يكروس بعض، كويس؟ هو لو ال في وتي في الاتجاه ده، هو فين هنا اورتك فالف؟ اورتك فالف رفلي كده في البلين ده صح؟ كده علشان يبقى في المسافه ورا السبتم ما بين الترايكاسبيد والبلمونتري. هنوري صور ثانيه للكلام ده، كويس؟ طيب تعالوا نعمل ايه؟ واحنا هنا شايلين الاتريا والجريت ارتريز وباصين من فوق، فكده يبقى انتيرير بوستيرير رايت وليفت واحنا باصين من فوق، كويس؟ قوم يبقى ده مايكرو تريكاسبيد، ده اورطة، وده بالمونتري. دلوقتي عارفين نشوف الاورتو مايترال كونتينيوتي، كويس؟ في حين انه مفيش تريكاسبيد بالمونري كونتينيوتي صح؟ بعيد عن بعض. و فاكرين لما قلنا السبتم عامل كده وراه اورتك فالف لما كنا باصين من الناحيه الثانيه، كويس؟ قوم يبقى ال في او تي بالاورتك فالف بيفصل الان فلو عن الاوت فلو بتاع الرايت فنتريكل صح؟ يبقى لو في انلت واوتلت هو تقريبا في النص الاورتك فالف بال ال في او تي بتاعه. قوم هنا لو يبقى في لو ده اورتك فالف يبقى عنده ثلاثه كاسبس، في اثنين كاسبس ريليتد لساينسز طالع منهم كورونريز، قوم نقول رايت كورونري وليفت كورونري، ويبقى ناحيه الانتر اتريال سبتم يبقى النان كورونري صح؟ طيب فاكرين المنظر ده؟ تعالوا نحاول نشوف منظر شبهه على اكتشوال سبيسيمن اللي هو كده. واحنا دلوقتي عاملين ايه؟
برضو شايلين الفري وول بتاع الرايت فنتريكل، ده ترايكسبيد فالف، ده بالمونري فالف. انا هنا باصص على الانتر فنتريكل ريسبتور، ويبقى ده التراكسبيد فالف بالكورد الاتاتشمنت. يبقى لو انا رسمت خط كده يبقى بالشبه ده الانلت بتاع الفنتريكل، وكل ما هو بعده يبقى الابيكال ترابيكولار بورت، دي الميديا كابيلاري ماسل، وبالتالي اللي فوقها هيبقى الاوتلت. كويس، واتفقنا انه ال في او تي بيبقى ماشي في الدايركشن ده، والاورتيك فالف بالشبه كده بتبقى في المكان ده. كويس، تعالوا كده نجرب نقول، اصل انتوا عمالين تقولوا ان انا عمال اقول ان في هنا اورتيك فالف وانتوا مش مصدقين قوي، فاحنا هنقرر نعمل ايه. تعالوا نقص حته المصل دي ونبص وراها ونشوف هنا في ايه. قوم لو قصينا المصل في المنطقه ديت، واحنا هنا عاملين كده، واحنا عملنا ايه؟ قربنا شويه زوم ان على المنطقه ديت، وبالتالي ايه؟ هنا تريكسبيد وهناك بالمونري، ده السبتم، دي المنطقه اللي كنا بنقول فيها اورتيك فالف. اوكي، ده ايه؟ ده اسندنج اورتا من بره من الشارع، صح؟ بالامارات طالع منه رايت كرانش، يعني ده بره الوول بتاع الاسندنج اورتا، علشان يعني لو ده اسندنج اورتا الرايت فنتريكل بيبقى نازل عامل فولد كده، فنتريكل فولد. اوكي، فاحنا لو شلناها هنشوف الاورتا من براها، فاهمين حاجه؟ لما شلنا الحته دي لقينا نفسنا في الليفت فنتريكل، صح؟ وبالتالي ده يبقى سبتم. انما لما طلعنا بره الليفل بتاع الاورتيك فالف بقينا بره القلب خالص، بره الاسندنج اورتا، وده الكورنر، وبالتالي احنا هنا في ال في او تي، فاهمين حاجه؟ محدش تاه. يبقى عارفين نقول ان ده البلين بتاع الاورتيك فالف اللي هو تقريبا واصل من اول التراكسبيد فالف للبالمري. كويس، طيب تعالوا نعمل بقى حاجه مختلفه. ان احنا نعمل ايه؟ فاكرين هنا وناخد كات سيكشن كده، وبنجيب الاثنين اتريا مع الاثنين فنتريكلز، المنظر ده، ويسموه شكل الفور تشامبر فيو في الايكو او كات سيكشن. ويبقى لو احنا قاطعين كده يبقى ده رايت اتريام رايت فنتريكل، ليفت اتريام ليفت فنتريكل، صح؟ وده المنظر بالايكو، ده تي اي، فرايت اتريام رايت فنتريكل، ليفت اتريام ليفت فنتريكل، خلاص؟ ويسموه فور تشامبر فيو. احنا هنا عايزين ابريشيت ايه بقى؟ انه الفالف اللي بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل اللي هو التراكسبيد فالف، الاتاتشمنت بتاعه اقرب للايبكس من الميترال فالف، صح؟ قوم يبقى لو احنا باصين على القلب التراكسبيد فالف اقرب للايبكس، لما بيزيد قوي 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 بيبقى بشتاين، انما في الطبيعي ان هو بيبقى اقرب للايبكس. اوكي، ومعرفين نقول هنا ان الاتاتشمنت بتاع التراكسبيد اقرب للايبكس من الميترال. كويس، الشيء ده يعمل هنا منطقه بتاعه الاوف سيتنج بتاعه الفالفز دي، ويبقى حته ما فيهاش مصل. تعالوا نعمل بقى زوم ان جامد على المنطقه ديت. واحنا هنا عاملين ايه؟ ده منظر الفورتشن بفيو، لو رايت اتريوم رايت فنتريكل، ليفت اتريوم ليفت فنتريكل، ده ترايكاسبيد، وهنا اتاتش على الميترال، وهنا كده اورتا. كويس، ده منطقه من السبتم هي ممبرين مش مصل، مسموها ممبرين السبتم. كويس، طب الممبرين السبتم دي حته صغيره خالص في السبتم، يعني هو الفاست ماجوريتي بتاعت السبتم هو مصل، لما في منطقه من السبتم هي ممبرين، وهي ليها اهميه جامده كده، علشان ده اكتر مكان بيحصل فيه في اس دي، انما كمان هو اتس فيري فيري ريليتد للكوندكشن تيشو بتاع الهارت. فهي مهم ان احنا نعرف مكانه والحاجات اللي ريليتد ليه. طيب الحاجه الثانيه ان الممبرين السبتم هو مش بس مكان الاوف سيتنج، هو في منطقه يعني الستة الليف بتاع تراكسبيد فالف بتروح تاتاتش في نصه. كويس، قوم يبقى في منطقه فوق التراكسبيد فالف ومنطقه تحت التراكسبيد فالف. كويس، هو ده ايه اللي هناك؟ ده مايتر، ده ايه؟ ده اورتا، ده اورتا ال في او تي، الليفت اتريوم هناك، صح؟ يعني لو ده مايترا فده كده ال في او تي.
الأورطة. يعني المنطقة ديت هنا هي الحتة اللي تحت الأورطة اللي هي ايه؟ ال في او تي صح؟ ليفت فنتريكل اوت فول تراكت. يعني هي تكنيكالي حتة من ال في لسه ما وصلناش للأورطة صح؟ قوم يبقى الممبرا سيرتن ده هو حتة فوق التريكاسبيد وحتة تحت التريكاسبيد. الحتة اللي فوق التريكاسبيد هي تفصل ما بين رايت اتريوم وليفت فنتريكل صح؟ فاحنا الحتة اللي تحته تحت التريكاسبيد هي تفصل ما بين رايت فنتريكل وليفت فنتريكل. قوم يبقى الممبرا سيرتن هو التريكاسبيد فالف ماسك فيه صح؟ يبقى في حتة فوقه هي اتريو فنتريكلر وحتة تحته هي انتر فنتريكلر تمام؟ ولو حصل ديفكت في المنطقه ديت هيبقى اشهر نوع ديفكت. احنا لسه ما بنقولش انواع قوي اوكي اللي هو بريمنس في اس دي وكده، انما هيبقى هو في المنطقه ديت ينفع يبقى فيه ديفكت فوقه، انما ساعتها مش هيبقى ديفكت، مش هيبقى في اس دي قوي الصراحه صح. هو في اس دي يعني ايه؟ فنتريكولار سيبتال ديفكت بين الفنتريكلز، فدي مش بين الفنتريكلز اصلا، انما فيسموه جيبودي ديفكت كويس فيري فيري رير. تعالوا واحنا بنبص على الممبرن سيبتم ده نروح نبص من ناحيه رايت فنتركل اوكي. فاحنا دلوقتي عاملين ايه؟ احنا هنا عاملين ازاي؟ قصين كات سكشن كده في الاتريوم والفنتركل وبصين على السيبتم، فكده انتر اتريال سيبتم وده انتر فنتركلر سيبتم وده تراكاسبيد فالف في النص خلاص. يبقى ده رايت اتريوم ورايت فنتركل، انا كده بص يعني كده على السبتم، ده الاتريال سبتم وده الفنتريكولار سبتم، وانا باصص على الاثنين وتراكاسبيد فالف في النص، ما حدش تاني مش كده. قام حد عمل ايه بقى؟ راح صور من الناحيه الثانيه، مش صور من الناحيه الثانيه، منور لمبه. المصل مش شفافه فما يبانش حاجه، انما الممبران سبتم شفاف، فقدرنا نشوف هنا ترايس اليمينيشن. يعني شايفين الممبران سبتم وهو رفيع وشفاف، شايفين النور من الناحيه الثانيه، وهم عارفين نقول انه ده الليفل بتاع التراكاسبيد فالف انيولس، وفي ممبران سيبتم فوقه وممبران سيبتم تحته. يبقى اللي فوقه هو الاتريو فنتريكولار بارت بتاع الممبران سيبتم، واللي تحته هو الانتر فنتريكولار بارت بتاع الممبران سيبتم. اوكي؟ ففي مثلث كده مشهور قوي الايبكس بتاعه قريب قوي من الممبران سيبتم. ده اسمه تريانجل اوف كوخ، اللي هو ايه؟ يبقى هو موجود فين؟ في الاتريوم ولا في الفنتريكل؟ في الاتريوم صح؟ موجود في الفلور بتاع الرايت اتريوم. يبقى ايه الحدود بتاعته؟ في ناحيه هي الانيولس بتاع السبتال ليفلت بتاع تراكاسبيد فالف. الناحيه الثانيه حاجه اسمها تندر اوف تودارو، ده يوستيكيان فالف. يوستيكيان فالف ده فايبرس ريدج عند الاورفيس بتاعت الاي في سي. لو شدينا عليه كده بنشوف فايبرس ريدج يمثل التندر اوف تودار. ويبقى دي ناحيه الانيولس بتاع السبتال ليفت بتاع تراكاسبيد فالف، الناحيه الثانيه هي التندر اوف تودار، والبيز بتاعه هو الكورونري ساينس، الاوستيوم بتاع الكورونري ساينس. ايه الكورونري ساينس؟ هو الميجر فينس درينج بتاع الهارت صح؟ بيفتح في المنطقه ديت في الفلور بتاع رايت اتريوم. والشيء ده يمثل مثلث. المثلث ده اهميته انه الايبكس بتاعه فيها الايفي نود. ويبقى الايفي نود بتاع الكوندكشن يطلع منها المين باندل اوف هيس عشان تمشي عند الممبرن سيبتم عشان تروح ناحيه الميديال بابيري ماسل كويس. طيب تعالوا نفس البني ادم ده نقلبه من الناحيه الثانيه ونساوي نفس الكشاف برضه. انتوا تهتوا معايا عمال افتح حاجات واقلبها وكده مش كده؟ ماشي. فاحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ باصين من ناحيه ال في، منظر شويه كده شبه الباراسيمنا لوج اكسس فيو بتاع لكم. اوكي اوكي. يبقى ده ليفت اتريوم ليفت فنتريكل اورطه صح؟ ويبقى ده السبتم، ده السبتم كده، انما يبقى ده الاورتيك فالف، دي الكاسبس بتاعته. ولما منورين من الناحيه الثانيه شايفين الممبران سيبتم بالاماره اللي هي بين الرايت والنن صح؟ الممبران سيبتم من ناحيه ال في وتي هو تحت الكاسبس اللي بين اللي عند الانتر كوميشال تراينجل تحته بتاع بين الرايت والنون. اوكي؟ اجين هو ده المكان اللي بيمشي فيه الكهرباء.
ففاكرين بقى موضوع الكهرباء ده كان بيبقى فيه اس نود عند مكان ما الاس في سي بيدخل في رايت اتريوم عند الكريست ترمينالس سب ايبيكارديا. وبعدين الكهرباء بشكل او باخر بتعرف توصل للاي في نود. الاي في نود مكانها فين؟ في الايبكس ترانجل اوف كوف اللي هو ايه؟ اللي هو انيلس تحت سته الليفلت مع التندر اوف تدار ومع كوروناري ساينس. عند الايبكس بتاعه في الاي في نود. الاي في نود يطلع منها البندل اوف هيس، والبندل اوف هيس هي الحاجه الوحيده اللي بتعدي الكهرباء في النورمال من الاتريوم للفنتركل. كويس؟ ويبقى البندل اوف هيس هو اللي بيعدي المنطقه بتاعه الالكتريكال انسيوليشن اللي بين الاتريوم والفنتركل، وتمشي فيري ريليتد للميمبران سيبتم، وبعدين تكمل على الناحيه الشمال من الانترفنتريكولار سيبتم بالليفت باندل برانش، ويطلع منها رايت باندل برانش يرجع يروح ناحيه الار في. ولو مشينا كده هو الاتجاه ده بيشاور على مكان الميديال بابيلاري ميسل. كويس؟ فده رفلي ازاي نقدر نايدنتيفاي كوندكشن. اجينا الحاجات دي مهمه قوي في التعامل معها جراحيا. قوم ده احنا دلوقتي شايلين ايه؟ شايلين الفيول بتاع الرايت اتريوم ورايت فنتريكل وبصين على السبتم. يبقى ده الانتريتيال سبتم، انترفنتريكولار سبتم، ده الترانجل اوف كوخ، ده الاي في نود، باندل اوف هيس يكمل على انها ليفت باندل برانش ويطلع منها الرايت باندل برانش عايزه تبقى ريليتد للميديال بيريمتر. كويس؟ ودوت لو بصينا من الناحيه الثانيه بقى الليفت باندل برانش لما طلع شايفين عند الممبران سبتم تحت الرايت والنون علشان يدي بقى الليفت باندل برانش اللي تروح بقى ده بين الرايت والنون. بين الرايت والنون، والواحد لو ركز فيها في الجراحه كويس بيشوف حته ممبرانس از ان كونتراست للمصل اللي جنبها. كويس؟ ده نفس المنظر اللي قلناه من شويه بس الفيو جراحي اللي لما جراح يفتح الرايت اتريوم يشوفه. هو احنا دلوقتي عاملين ازاي؟ ده كانه عيان نايم على الترابيزه في العمليات كده راسه كده رجله، الجراح واقف من ناحيه اليمين فاتحين الرايت اتريوم، هنا اس في سي اي بي سي فاتحين الرايت اتريوم، ده الانتريتال سيبتم فوسو اوفاليس، ده ترايكسبت فالف، ده الكوروناري ساينس، ويبقى ده الانيرس بتاع سيبتا ليفلت، ده الاوستيكيوم فالف مكمل على تندون اوف تودارو، الايبكس بتاع هذا التراينجل هو ال في اي في نود، وايميديتلي قدامه الممبرانس. كويس؟ اللي هو ده، ويبقى ده منظر الكوندكشن بتاع الاي في نود باندل اوف هيس، ده على اكشن سبيسيمن، دي مش رسمه، و الليفت باندل برانش بيروح هناك والرايت باندل برانش بيبقى هنا يا دوب عند الممبر سيبتم. كويس؟ مدوخكم، انا هعمل حاجات فظيعه انما يعني بنفضل نقطع في اتجاهات مختلفه. فاكرين المنظر ده عادي صح؟ كويس. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنروح نقطع كده. ما قطعناش كده قبل كده، محتاجين يعني نجدد خلاص. ويبقى احنا دلوقتي عايزين نقطع كات سكشن فين؟ كات سكشن واخد الترايكاسبيد فالف والبالمونري فالف. كويس؟ ونعمل ايه بقى؟ نشيل الجزء التحتاني ونبص من تحت. اوكي؟ ونلاقيه يعمل كده. يعني منظر غريب شويه انما محتاجين نتخيله. دلوقتي لو انا قاطع في الترايكاسبيد فانا قاطع في الترايكاسبيد صح؟ وبعدين شايف حته صغيره هي يا دوب مدخل الار في. كويس؟ وبعد كده هنا شايف الناحيه الثانيه بالمونري اللي هو ده. كويس؟ وبعدين انا هنا قاطع سبتم، فاكرين لما قعدنا نقول في ال في او تي هنا وفي سبتم وراه اورتيك فالف؟ ده الاورتيك فالف صح؟ ولو انا قاطع كده هو وراه وبصيت من تحت في اتريال سبتم اللي هو الناحيه الثانيه يبقى في ليفت اتري. كويس؟ هو منظر غريب شويه انما اكشلي هو ده الباراسينا شورت اكسس فيو بتاع ليكو. فاهمين حاجه؟ قوم لو ده رايت اتريوم اللي هو ده تريكاسبيد فالف، بتشوف حته صغيره قوي من الانفلو، احنا مش شايفين بقى بادي ولا ايبكس بتاع رايت فنتركل صح؟ وبعد كده نروح نشوف البالمونري فالف الناحيه الثانيه في اللونج اكسس بتاعه، وشايفين يا دوب تحته حته صغيره من الار في او تي، شايفين الاورتيك فالف وكاننا باصين عليه من تحت شورت اكسس بثلاثه كاسبس،
ويبقى ده اتريال سبتم وده ليفت اتريوم. فاهمين حاجه؟ متخيلين؟ وما احنا دلوقتي لما نيجي نبص على الفيو بتاع الباراسترنال شورت اكسس بتاع ليكو، هو احنا باصين في انهي بلين؟ باصين في البلين ده صح؟ وبالتالي لو انا عايز اعرف اشوف حاجات في التريكاسبيد فالف او البلمونري فالف او الاورتيك فالف اللي وراها او المنطقه دي من الاوت فلو، يبقى بنبص في الفيو دوت. يا ترى لو انا عايز اشوف حاجه بتحصل في الايبكس او في الميد كافيتي، هبص على الفيو ده؟ لا خالص، هو قطع في حته غيرها صح، عشان هو اوريدي الحته دي احنا قطعناها وبصينا من تحت، فما بقيناش باصين عليها خالص. وبالتالي ده فيو بيبص على الاحداث اللي بتحصل في الاوت فلو بتاع الرايت فنتريكل. كويس؟ فانا بقى قررت ما اسيبكوش واروح اقص في اتجاه غيره. فاحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ هنقص تاني في الاتريا والفنتريكلز عشان نجيب المنظر بتاع الفور تشامبر صح؟ فيبقى ده رايت اتريوم رايت فنتركل، ليفت اتريوم ليفت فنتركل، بالاماره تريكاسبيد فالف كان اتاتش اقرب للايبكس من الميترال فالف، كان في هنا حته ريليتد للممبران سيبتم فاكرين. اوكي، يبقى هو ده الفيو بتاع الفور تشامبر، فور تشامبر فيو اللي هو برده رايت اتريوم رايت فنتركل، ليفت اتريوم ليفت فنتركل، التريكاسبيد اقرب للايبكس. الصوره دي احنا عاكسينها عشان هو الناس بيعملوا السوق ما لناش دعوه. اوكي كويس. يبقى لما انا بشوف احداث بتحصل هنا ديفكت بقى واتيفر، يا ترى هو في انهي بلين في الصوره دي؟ في البلين ده صح، اللي هو ايه؟ اللي هو في الانلت او ميد سبتم او ايبكس. لو انا عايز اشوف حاجات بتحصل في الار في او تي، هو مش في البلين ده خالص خالص صح. وبالتالي اي مثلا ديفكتس ريليتد للاوت فلو بتاع الرايت فنتركل هو اصلا مش في البلين ده. يبقى البلين ده هو احنا بنشوف فيه الحاجات اللي بتحصل في الانلت او في الميد سبتم او في الايبكس. تمام؟ واحنا دلوقتي عايزين بس نبقى متخيلين هو انهي فيوز ريليتد لانهي سكشنز في القلب. يبقى انا بدور على انهي منطقه في الفنتركل، فاكرين لما انلت وايبكس بارت واوتلت؟ دلوقتي عارفين لما بدور فين ببص على انهي ايكو فيو. تعالوا نقول في اس ديز بقى اخيرا بعد طول السنين. وما احنا ايه؟ يعني ايه في اس دي؟ فنتريكولار سبتم ديفكت. وبالتالي هو ديفكت في الانتر فنتريكولار سبتم. والانتر فنتريكولار سبتم ده حته كبيره قوي. فانا لو حد كده قال لي في عين عنده في اس دي مش هفهم الصراحه، يعني مش هفهم فين، عشان هو السبتم ده كبير قوي وفي امبليكيشنز لكده، يعني يعملها بالجراحه ولا بالقسطره، يعملها الابروتش يبقى من ترايكاسبيد ولا من البلمونري ولا من الار في ولا من وهكذا. اوكي، فاحنا محتاجين نعرف معلومات عن الـ VSDs علشان المعلومات ديت انواع الـ VSDs المختلفه هي كمان بتبيهيف بشكل مختلف. في VSDs مثلا اكثر عرضه ان هي تقفل لوحدها، وفي VSDs ما تقفلش لوحدها. في VSDs ريليتد للصمامات فممكن اكشلي تعمل فالف ديسفانكشن، انما في VSDs غيرها وهكذا. كل VSD ليه علاقه بقى بالكوندكشن، فاكرين لما قلنا الكوندكشن بالظبط فين؟ وما احنا دلوقتي عايزين نبقى عارفين الكوندكشن قد ايه قريب من الفي اس دي، فلو هنقفلها بالجراحه هناخد بالنا فين؟ انما كمان لو هنقفلها بالقسطره هل الديفايس هيدوس عليها ولا لا؟ وهكذا. اوكي؟ فمهم ان احنا نعرف التايبس بتاع الفي اس دي. بحب الموضوع ده. اي حد عارف اي اسم الفي اس دي قول له لو سمحت. تاني ممبرنس وسب اورتك وسب هارمونيك ودبل كوميتد. وانا كوميتد بقى ما دام قلت سب اورتك، انما قلت بيري ممبرنس وممبرنس وبارا ممبرنس وانلت واوتلت وسوبرا كريستال وانفرا كريستال وماسكولر وايبيكال وترابيكولر وبيزل ومال الاينمنت في اس دي وكونو فنتريكولر في اس دي و حسب التقطيع. ماشي، فهو اكيد مش دي كل دي انواع مش كده؟ يعني احنا قلنا دلوقتي كام؟ 12 13 15 يعني كده. فهو المشكله في الموضوع ده ايه؟ انه الناس المختلفين بيسموا نفس الفي اس دي اسامي مختلفه، وعدد من الحاجات اللي احنا قلناها دي هي الصراحه مش انواع في اس دي، هي مكان اناتوميكال بليس سايت بتاع في اس دي، مش اكتشوال نوع، مش اناتوميكال تايب.
ففي تقسيمات مختلفه. احنا هنقرر نقول طريقه منهم ونمشي عليها، مش بالضروره عشان هي الصح، بس عشان لازم نبقى متفقين احنا بنقول ايه فنكوميونيكيت مع بعض كويس. عشان هو لو في اتنين بيقولوا نفس اسم الفي اس دي، نفس نوع الفي اس دي باسمين مختلفين، مش هيفهموا ان هم بيتكلموا على نفسها. فاهمين حاجه كويس؟ فاحنا في طريقه لطيفه كده لتقسيمه. مبدئيا احنا بنسمي نوع الفي اس دي من وجهه نظر الرايت فنتركل. ليه؟ علشان قررنا نسميه كده، عشان الجراحين بيخشوا من ناحيه اليمين والاسطر يعني وات ايفر. خلاص احنا بنسميهم من وجهه نظر الرايت فنتركل. هقول لكم يعني كمان شويه. انما من وجهه نظر الرايت فنتركل بقى هو عنده صمامين صح، اللي هم تراكسبيد فالف والبلمونري فالف. انما كمان هو ريليتد قوي للصمام الاورتك اللي ورا عدل، اللي ورا الحته دي من السيرتم. وبالتالي احنا عايزين نقول علاقه الفي اس ديز بهذه الثلاث صمامات كويس. ام لو في في اس دي جزء من الايدج بتاع الديفكت واصل للترايكسبيد والاورتك فالف، نسميها بيري ميمبرانس في اس دي كويس. يبقى لو ده ترايكسبيد فالف، جزء من الايدج بتاع الديفكت واصل للترايكسبيد والبلمونري ومفيش مصل بينهم. يعني احنا دلوقتي لو انا مشيت من ترايكسبيد انيلس هلاقي نفس الاورتك انيلس ومفيش مصل في النص اوكي، وبنسمي ده بيري ميمبرانس في اس دي. ليه؟ عشان الميمبرانس سيبتها كانت في الحته دي صح، قريبه قوي. طيب لو الفي اس دي ده بقى الناحيه الثانيه من الاورتا، يعني جزء من الايدج بتاع الديفكت واصل للاورتك والبلمونري فالفز اجان، ومفيش مصل ان بتوين، يعني الاثنين كاسبس بتاعت الاورتا والبلمونري لازقين في بعض اوكي. ومسمو ده سوبرا كريستال، او احنا هنسميه سب ارتيريال كويس. طيب لو جزء من الايدج بتاع الديفكت واصل للانلت اللي هو الاي في فالف اللي هو الترايكاسبيد، يعني واصل للترايكاسبيد فالف ومش واصل بقى مش عند الممبرا سيبتا ومش مصل الاورتا، وبنسميه انلت، ما هو في منطقه الانلت صح. لو في في اس دي مش واصل اي صمام من الثلاثه اللي احنا قلناهم دول، يبقى حواليها مصل من كل حته صح، تبقى مصل. يبقى احنا عندنا كام نوع في اس دي؟ هم اربعه، هم اربعه مفيش غيرهم، مش ال 15، اربعه. يبقى لو وصل للتراكسبيد والاورتا يبقى بيري ميمبرانس، لو وصل للبلمونري والاورتا يبقى سب ارتيريال، لو وصل للتراكسبيد ومش الاورتا يبقى انلت، لو مش وصل لاي صمام يبقى ماسكلر كويس. انا بقول ده مش دقيق قوي بس يعني اتس جود انف كويس، بلاش نلخبط نفسنا ماشي. طب في مشكله ثانيه، في حد قال لي ماشي يا سيدي هي ماسكلر يا سيدي، فانا ما فهمتش برضو الصراحه، عشان الصراحه السيبتم ما هو معظمه مصر صح، الفاس ماجورتي مصر، حته صغيره قوي قوي ممبرز كده وبقيتها كلها مصر. فانا دلوقتي ما فهمتش يعني ماسكلر يعني هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، اقفلها بالقسطره واقفلها بالجراحه، ابص لها متركزبد ولا ابص لها بالبلمونري يعني وهكذا. فبما ان الماسكلر سيبتم دي حته كبيره قوي، فال يعني لو في حد قال لي في عيان عنده بيري ميمبرانس في اس دي، هو انا عارف النوع بس كمان عارف المكان، ما هو ما فيش غيره يعني، لازم بصيت كده في الجنكشن بين التراكسبيد والاورتا لقيته. لو قال لي سب ارتيريال هيبقى في جنكشن بين البلمونري والاورتا، ما فيش مكان غيره صح. لو قال لي ماسكلر هو ده مكان واسع قوي، فاحنا عشان كده عاده لما بنقول ماسكلر في اس دي بالاضافه لكده بنرجع نقول مكانه بالاضافه لنوعه، فنقول بقى ايه انلت ماسكلر، اوتلت ماسكلر، ميد ماسكلر، انتيرير ماسكلر، بوستيرير ماسكلر، ايبيكال ماسكلر وهكذا. فاهمين؟ يبقى بنقول بالاضافه للتايب بتاعه ماسكلر اللوكيشن بتاعه فين كويس. برضو لسه هو نوع واحد ماسكلر صح. يبقى احنا دلوقتي عندنا اربع انواع في اس دي اللي هما بيري ميمبرانس، سب ارتيريال، انلت وماسكلر. تعالوا نتكلم شويه على البيري ميمبرانس في اس دي. فاكرين الصوره بتاعتنا الشهيره؟ هو الممبرانس سيبتم هنا فين؟
الحته الصغيره خالص اللي يدوب يدوب شايفينها او لا هنا صح؟ مكان ما التريكاسبيد فالف بيقسم السكه الليف بتاع التريكاسبيد بتقسمها اثنين وقريبه قوي من الاورطه من الناحيه الثانيه وهكذا صح؟ ولو حصل ديفكت هنا يبقى اسمه بيريمامنس في اس دي. يبقى بيريمامنس في اس دي ده بيعمل ايه؟ جزء من الايدج بتاع الديفكت وصل للانيولس بتاع التريكاسبيد والاورطه. فاكرين لما كنا شايفين هنا شلناها ولقينا اورطه فالف وراها صح؟ ولو علينا بصينا عليها بقى في الشورت اكسس فيو يعني هنا ده الاورتيك فالف وده التريكاسبيد فالف وقررنا ان يبقى في في اس دي هنا ومفيش مصل في النص صح؟ ويبقى اسمه بيريمامنس في اس دي يبان فين في الايكو؟ هنا. ولو ده شورت اكسس فيو ده تريكاسبيد ده بالمونري ده اورتيك فالف يبقى الديفكت تحت الاورتيك فالف عدل عن الانيلس بتاع التريكاسبيد ومفيش مصل ان بتوين يعني مفيش حته مصل هنا كده مثلا والفي اس دي بعدها لا هو الفي اس دي واصله لحد التريكاسبيد كويس ويبقى ده اسمه بيريمامنس في اس دي وده دي موست كومن تايب اوف في اس دي ويبقى عامل كده. فاحنا عاملين ازاي؟ هو نفس الفيو برضه شايلين الفيو بتاع الرايت فنتركل باصين على السبتم ده تريكاسبيد ده بالمونري كان المفروض كده يبقى اوتلت سبتم صح؟ وبعدين لقينا هنا في ديفكت انا بصيت شايف من جواه كاسكس بتاعت اورت لو انا حطيت ايدي كده هلاقي نفسي فلات فنتركل فده في اس دي. الفي اس دي ده هنا كده مصل 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 وبعد كده لقى هنا تريكاسبيد انيولس واورتك انيولس ومفيش هنا مصل صح؟ يبقى ده جزء من الاتش بتاع ديفكت وصل الانيولس بتاع تريكاسبيد والاورتك فالفز كويس. الميترال فالف على فكره بيبقى ورا هنا على طول اوكي ويبقى ده اسمه بيريمامنس في اس دي. فاكرين لما قلنا البندل اوف هيس بيبقى ريليتد قوي للماسكولار سبتا للممبرن سبتا صح؟ البندل اوف هيس ريليتد قوي قوي للممبرن سبتا ومن لو الممبرن سبتا ده فيه ديفكت والحته دي اصلا مش موجوده فهيجي كده يلاقي هواء ما ينفعش لازم يمشي في تيشوز فهو عايز الكوندكشن يمشي البندل اوف هيس تمشي في اقرب حته تعرف توصله للمكان اللي كان عايز يروحه اللي هو الميديال بابيلاري ماسل صح؟ من عايزين نوصل من الاي في نوت عند الفلور بتاع الرايت اتريوم في الابكس بتاع ترانجل اوف كوخ ونعرف نوصل للحته اللي عند البيز بتاعت الميديا بابلين وصل لا في ديفكت ما عرفش يمشي عدل اما اضطر يمشي بوستيرير انفيرير يبقى لو ده الاي في نوت وهو كان عايز يوصل هناك لا هنا في ديفكت ما عرفش يمشي كده فقام مشي بوستيرير انفيرير الايدج بتاع ديفكت كويس ده دياجرام الاخضر هنا يمثل التريكاسبيد فالف والازرق ده كانه كاسب بتاع الاورتيك فالف وده الممبرن السيرتا من الحته الفوقانيه اللي هي الاترو فنتريكولر الانتر فنتريكولر فيها ديفكت بحته مصل وراها على فكره بريمامنس ده مش لا يعني ان الممبرن السيرتا بس هي اللي ديفكتيف وان الديفكت صغيره كده يعني هيبقى في حته مصل حواليها برضه فيها ديفكت انما هو ديفكت ريليتد للممبرن السيرتا وجزء من الايدج بتاع ديفكت وصل للتريكاسبيد الاورتيك فالف ويبقى الكوندكشن ماشي بوستيرير انفيرير على فكره بيبقى ماشي على ال في سايد بتاع كريست بتاع السبتم يعني ايه؟ يعني لو ده كريست بتاع السبتم عامل كده الكوندكشن هيبقى ماشي ناحيه الشمال اقرب لل في سايد بتاع كريست بتاع السبتم حاجه زي 3 4 ملم من الكريست بتاع السبتم ناحيه ال في سايد كويس؟ وبالتالي علشان كده في المنطقه ديت بنعوز نبعد عن الايدج عشان هو كل ما نقرب له هيبقى فيه كوندكشن انما كمان ناخد الغرز بارشال ثيكنس مش فول ثيكنس لو خدنا الغرز فول ثيكنس هتعدي في الكوندكشن فاحنا ناخدها بارشال ثيكنس ناحيه الرايت عشان ناحيه الرايت هي اللي سيف هو الكوندكشن ناحيه اللفت فاهمين ومتابعين محدش تاه ماشي طيب لو شفنا في اس دي عامله كده هو ده كات سكشن عامل ازاي كانه فور تشيمبر بس يعني بصراحه معكوس يعني هو ده الرايت وده اللفت فاحنا لما شلناهم بصينا على النص الثاني اللي انتم مش متعودين انما في ديفكت هنا اوكي هو الديفكت ده ريليتد للتريكاسبيد فالف ريليتد لاورتيك فالف ريليتد للبالمونري فالف مش ريليتد لاي فالف صح فهو ايه ماسكولار ولو احنا عايزين نقول مكانه عاده بنقول المكان ده ان هو ميد ماسكولار كويس ومفاكرين
المنظر اللي احنا متعودينه ده. تريكاسبيد فالف بالمونري فالف البريمام نازليه دي كانت فين؟ كانت هنا كده لازقه في التريكاسبيد والاورتيك فالف اللي وراها. طيب لو في في اس دي هنا هنا فالبالمونري فالف لسه هنا يعني هنا كده لسه في مصر التريكاسبيد هنا وبالتالي هنا لسه في مصر. ام هل هي واصله للتريكاسبيد فالف؟ هل هي وصلت للبالمونري فالف؟ طب هل هي وصلت للاورتيك فالف؟ الصراحه واصله ماليش دعوه. انا بسمي الفي اس دي من وجهه نظر الرايت فنتركل صح؟ لو انا بص من الرايت فنتركل هلاقي هنا مصل 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 يبقى مصل. بس هي وراها تحت الاورتيك فالف عدل مفيش فرق بينها وبين الاورتيك فالف. ماليش دعوه انا بسمي الحاجات من وجهه نظر الرايت فنتركل وبيبقى اسمها مصل. طيب هو انتوا اتفقتوا معايا قبل كده لما نقول ماسكولار في اس دي بنرجع نقول مكان. هو ده مكانه ايه؟ فوق الميديا بابيلاري ماسل اللي هي ديت صح؟ اللي فوق الميديا بابيلاري ماسل يبقى فين؟ في الاوتلت. يبقى نسميه يبقى نوعه ماسكولار ومكانه اوتلت. يبقى نقول عليها اوتلت ماسكولار في اس دي. كويس؟ هل عشان هي اوتلت ماسكولار يبقى بعيده عن الاورتيك فالف؟ لا لا ممكن تبقى لازقه فيه برضه. واخدين بالنا؟ عشان ده ليه امبليكيشنز لقفل الديفايسز. لو في حد هيقفل بديفايس اوت ماسكولار في اس دي هو محتاج يبقى واخد باله ان الاورتيك فالف ممكن يبقى على الايدج بتاع ديفكت. فالناس محتاج تاخد بالها اكيد من كده. اوكي. وفي الشورت اكسس فيو نلاقي في مصل تفصل الفي اس دي عن التراكاسبيد ومصل تفصل الفي اس دي عن الكولمونر ويبقى اتجاه الفي اس دي هنا. ويبقى الديفكت بال2 دي باين هنا والجت بتاع البلد في الاتجاه ده وشايفين تيشو من ناحيه ترايكاسبيد وتيشو غيره من ناحيه البلمر. ويبقى ده اسمه اوتلت ماسكولار في اس دي. ويبقى ده منظره بال على سبيسيمن. يبقى ده الديفكت هو نفس المنظر على فكره ترايكاسبيد فالف على فكره البلمونري فالف عالي قوي هنا ده فايبرس تيشو بس من الجت بتاع البلد انما يعني لو شلت الفايبرس تيشو ده هتلاقي مصل هنا البلمونري انيولس لسه فوق. لو انا شايف ديفكت وقررت اقول ده مصل 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 حواليه داير من داير انا شايف منه مين؟ اورتيك فالف. ده اورتيك فالف عدل صح؟ انما نسميها اوتلت ماسكولار في اس دي. طيب ده مين؟ برضه تراكاسبيد فالف بالمونري فالف فوق بقى مش شايفينه؟ دي ميديا بابيلاري ماسل ممبر السبتم هنا ده الكروناري ساينس ترانجل اوف كوخ هنا ففي ديفكت هنا ده تراكاسبيد انيلس صح؟ الابيض اللي جوه ده هو كوردز بتاعت مايترال فالف من الناحيه الثانيه كويس؟ وفي الصراحه في هنا حته مصر بين الفي اس دي وتراكاسبيد انيلس لسه فوق وهنا كده في مصر فلو قلت هنا مصر 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 يبقى دي ماسكولار في اس دي صح؟ مكانها انلت. ليه انلت؟ بين التراكاسبيد انيلس واخر الكورد الاتاتشمنت صح؟ يبقى ده المكان بتاع الانلت بتاع الفي اس دي وهي لسه تحت الميديال بابيلاري ماسل. لو بقت فوقها كانت تبقى اوتلت ماسكولار انما هي ديت انلت ماسكولار. طب ليه مش انلت؟ بس مش انلت في اس دي كده؟ عشان مش واصله للتراكاسبيد. لو كان وصلت للتراكاسبيد فالف ومفيش مصل بينهم خالص تبقى انلت انما دي مش انلت دي انلت ماسكولر صح؟ يبقى نوعها ماسكولر مكانها انلت. ولو بصينا من الناحيه الثانيه لنفس الديفكت ده هنلاقي ده الديفكت وحواليه مصر من كل حته اهو الممبر السبتم انتكت هنا مالناش دعوه بيها صح؟ وحواليها مصر من كل حته. فالكوندكشن هنا فين؟ نعم؟ ملوش دعوه صح؟ يعني الكوندكشن ما غيرش مكانه. هو الكوندكشن في الطبيعي يبقى فين؟ الاي في نود عند البيز بتاعت الانجل اوف كوخ اللي هي هنا تطلع عند الممبر السبتم عايزه تروح للميديا بابيلاري ماسل مفيش حد كلمها خالص صح؟ وبالتالي هي في مكانها الطبيعي. مكانها الطبيعي بالنسبه للانلت ماسكولار في اس دي تبقى فوقها ولا تحتها؟ يبقى الكوندكشن فوق الفي اس دي. طيب تعالى اغششكم حاجه صغنونه كده. هي دي الفي اس دي الوحيده اللي الكوندكشن بيبقى فوقها. لما تكون انلت ماسكولر لو هي اصل هو
ممكن حد ما ياخدش باله قوي، هما هي الفي اس ديز بتبقى مكانها قريب من بعضه شويه، فاحنا لازم واحد يستكل الرولز بتاعت وانا شايف مصل من كل حته حواليها ولا هي واصله للانيولس، هي واصله للتراكسبيد والاورطه ولا وهكذا. اوكي، فلو في حد بص على دي وافتكرها بالغلط بري ممبرنس في اس دي، هيبقى فاكر ان الكونكشن فين؟ بوستيرير انفيرير، ويجي هنا بقى ياخد غرز بقى براحته خالص خالص فوق علشان هو مطمن ان فوق مفيش حاجه والكوندكشن تحت، واكتش تبقى غلطه كبيره. فاهمين حاجه؟ ويبقى هنا عايزين نبقى عارفين انه الانلت ماسكولار في اس دي هي الفي اس دي الوحيده اللي الكوندكشن بيمشي فوقها، بقيتهم البريمينس في اس دي بتمشي بوستير انفيرير وقريبه قوي من الاتش. لا احنا نسينا نقول اوتلت ماسكولار، مش كده؟ ده مثلا ده اوتلت ماسكولار، فالكوندكشن هنا يبقى فين؟ بوستير انفيرير بس بعيد مش على الادج، صح؟ علشان هي مش واصله للمبنى السبتم، يعني الكوندكشن ماشي في التراك الطبيعي ما غيرش مكانه علشان هو ده مش المكان الطبيعي للكوندكشن، وبالتالي الاوتلت ماسكولار الكوندكشن بتبقى بوستير انفيرير. بس يا ترى لو في اوتلت ماسكولار اخد الغرز قريبه من الادج بتاع ديفكت ولا ابعد عنه؟ قريب. اخد قريب، هو في البيري ممبرنس في اس دي باخد الغرز قريبه من من الادج ولا ابعد عنه؟ ابعد عنه، صح؟ علشان في البيري ممبرنس في اس دي الكوندكشن ماشي على البوستير انفير ايدج، انما في الاوتلت ماسكولر هي بوستير انفير بس بعيد عن الادج، وبالتالي الواحد محتاج فعلا يعرف التايب بتاع الفي اس دي عشان ات داز هاف امبليكيشنز. ويبقى في البيري ممبرنس في اس دي بناخد الغرز بتاع في الفي اس دي على البوستير انفير ايدج ناخدها بعيد عن الادج و partial thickness علشان ما ناخدهاش في ال full thickness فنعور الكوندكشن، في حين ان الاوتلت ماسكولار في اس دي بناخد الغرز قريب قوي من الادج عشان هي لسه الكوندكشن بوستير انفيرير انما ابعد عن الادج. في الانلت ماسكولار بقى بتبقى فين؟ يعني لو ده اوتلت ماسكولار يبقى هناخد الغرز فين؟ كده 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 قريب قوي من الادج ونروح هناك، انما كل ما نبعد هنا نلاقي نفسنا دخلنا في كوندكشن ومبنى السبتم هنا، صح؟ في الانلت ماسكولار بقى نعمل ايه؟ البوستير انفيرير ايدج ده از فيري سيف اصلا ملوش اي دعوه، الكوندكشن فوق والواحد يبقى عايز يبقى قريب قوي 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 من الايدج ناحيه السوبيريور ايدج، كويس؟ فلو دي كانت انلت ماسكولار هيبقى الكوندكشن فوق، لو اوتلت ماسكولار هيبقى الكوندكشن تحتها بس بعيد عن الايدج، لو هي بقى ميد ماسكولار او ايبيكال ماسكولار بعيده خالص عن الكوندكشن، فالواحد ساعتها فاهمين حاجه. طيب فده منظر بتاع بيري ممبرنس وقدامها الانلت ماسكولار، دي واصله جزء من الايدج بتاع الديفكت واصل للتراكسبيد والاورتيك فالف، في حين ان هنا مش واصله ولا للتراكسبيد ولا للاورتيك فالف في اني ثينج، هي اقرب للميتر، صح؟ فده البيري ممبرنس اس كونتراست للانلت ماسكولار. أم لو ده فيو جراح، ده التراينجل اوف كوخ، ده الايبكس بتاعه اي في نود والكوندكشن ماشي هنا، لو كانت دي في اس دي كانت هتبقى بيري ممبرنس، انما لو كانت دي في اس دي كانت هتبقى انلت ماسكولار، فاهمين؟ يبقى انلت ماسكولار هي الفي اس دي الوحيده اللي الكوندكشن بتمشي فوقها، تمام؟ اجين ده منظر ل بيري ممبرنس في اس دي ومورين فايبرس كونتينيوتي هنا بين التراكسبيد فالف والاورتيك فالف المايترا اللي تحته، انما هنا في مصل بتفصل الفي اس دي عن التراكسبيد، يبقى دي اوتلت ماسكولار ودي بيري ممبرنس. ليه اوتلت؟ عشان الميديا بابلاري مصل هنا، صح؟ هي فوق الميديا بابلاري مصل. طيب فاحنا كده خلصنا البيري ممبرنس في اس دي واتكلمنا على الماسكولار في اس دي واتكلمنا بقى على الاماكن المختلفه والكوندكشن ريليتد ليهم ازاي. طيب يا ترى لو في في اس دي جزء من الايدج بتاع الديفكت واصل للبالمونري انيلس والاورتيك انيلس اللي وراه، فاكرين كنا بنقول في هنا كونس، صح؟ او انفانديبلم او ار في او تي، الكونس ده بيبقى زي كون اوف مسل، يعني قمع مسل البالمونري انيلس قاعد عليه، وبالتالي في الطبيعي البني ادم الطبيعي البالمونري روت قاعد على كون اوف مسل، بالأمر في عملية الرأس بينفع نشيل هذا الكون على بعضه البالمونري روت على بعضه بإن احنا نشيل البالمونري روت بالمسل اللي تحته
وما نقصش اي فايبرس تشو، ما نقصش بقى اورتيك فالف ولا ممبرا سيبتم ولا حاجات كده، صح؟ ملوش دعوه. ام لو في ديفكت هنا، هو دلوقتي الكون ده مش هيبقى كومبليت، صح؟ عشان هو مش هيبقى فيه مصل تفصل الاورتيك عن البالمونري فالف، صح؟ وفي الشورت اكسس يبقى فين؟ هنا، يعني بقى فيه جزء من الاتش على ديفكت وصل للاورتيك انيلس والبالمونري انيلس ومفيش مصل ان بتوين. ويبقى لو بصيت بالايكو هلاقي هنا كده في ديفكت والفلو بيعدي هنا ومفيش مصل بين البالمونري، البالمونري هنا عامل كده، صح؟ فلو ده البالمونري فالف، كاست بتاع البالمونري فالف، يبقى ال في اس دي وصل للفالف. طب انا في الايكو حاكم، انا كده ببقى فاتح الاورتيك فالف، وانا ازاي بقى بشوف فلو معدي؟ يعني هو مش المفروض بيعدي من اللي فيه للار في؟ فبتلاقي جت ماشي كده. لو بصيت بال2 دي هتلاقي في ديفكت، يعني مفيش ابيض، في ديفكت هنا، والديفكت ده البالمونري انيلس عليه عدل، مفيش مصل تحته. ولو حطيت كلر بتلاقي جت ماشي من ال في للار في. هي بتبقى تحت على المستوى اللي انا قاطع عليه، يعني انا قاطع على الاورتيك فالف، بتبقى تحت عنه شويه. هو احنا بنبص وجايبين الكات ده وبنشوف ايميديتلي تحته، فبتقدر تشوف الديفكت. هو ده اسينشلي، بتفضل تطلع بالبروب وتنزل لحد ما تشوف الديفكت، بتفضل لسه شايف اورتيك كاسبس. اما المنظر عامل كده، هو نفس المنظر القديم برضو، شايفين في بتاع الفنتريكل باصين، ده الانترفنتريكل سيبتم، ده ترايكاسبيد فالف، ده الكاسبس بتاعت البالمونري فالف، دي الكاسبس بتاعت الاورتيك فالف. بصوا عايزين في بعض، يعني النقط الحمراء دي هو الخط الفاصل بين البالمونري انيلس والاورتيك انيلس تقريبا ان كونتينيوتي مع بعض، مفيش مصل بينهم، صح؟ خالص. وبالتالي الجزء ده من الايدج بتاع الديفكت وصل للبالمونري انيلس والاورتيك انيلس ومفيش فرق بينهم، صح؟ تفتكروا الكاسس بتاعت الاورتيك فالف قد ايه سبورتد في عين شبه كده؟ It is less supported، صح؟ وبالتالي التايب ده مشهور قوي 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 انه يحصل برولابس للاورتيك كاسبس ديورينج دياستري، ويبقى عشان هو مفيش كونس قاعد عليه فمش عارف يفصله عن التاني، وبالتالي في الدياستري ينفع جدا الكاسبس بتاعت الاورتيك فالف تعمل برولابس في الفي اس دي مع الدم اللي ماشي بسرعه قوي من ال في للار في، ويحصل اورتيك كاسب برولابس. الحاجه مشهوره جدا، اشهر حاجه بتحصل معاها هي السب ارتيريال في اس دي، انما كمان ينفع تحصل في البريمنز في اس دي. يبقى ايه هي السب ارتيريال في اس دي؟ الفي اس دي لما يكون جزء من الايدج بتاع ديفكت وصل للبالمونري انيلس والاورتيك انيلس ومفيش مصل ان بتوين، ويبقى بتبان في الشورت اكسس هنا لازقه في البالمونري. ولو بصيت من الناحيه الثانيه، انا دلوقتي بص من ال في سايد، يعني ده مايترال كده واحنا قلبينه، وده هنا كده هدخل في الاورتيك فالف، ام ده ديفكت ودي الكاسبس بتاعت البالمونري فالف، ويبقى ده الايدج بين الانيلس بتاع الاورتيك والبالمونري. والواحد قادر يفهم طبعا انه ممكن يحصل برولابس للكاسبس شبه كده. ام لو في في اس دي عامله زي كده، الكوندكشن فين؟ الكوندكشن اكشلي بعيد تحت ناحيه الترايكاسبيد، انما وبالتالي الكوندكشن هي لسه بوستيري انفيرير، انما بعيده خالص عن الايدج، وبالتالي الواحد كان سيفلي تيك ستيتشز في الايدج بتاع ديفكت. في عينين بقى بيبقى عندهم سب ارتيريال في اس دي، والفي اس دي كبيره قوي 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 لحد ما وصلت للترايكاسبيد كمان، وكانها بيري ميمنس وسب ارتيريال في نفس الوقت. يعني الحمد لله ان هي يعني كوات رير، عشان هي بتبقى قفلها خفيف قوي، الواحد مش عارف بقى يقفلها متركزه ولا بالمنظر. طيب، ويبقى فاضل لنا النوع الرابع اللي هو انلت في اس دي. احنا دلوقتي اتكلمنا على ايه؟ على بيري ميمنس، الفي اس دي وصلت للتراكسبيد والاورتيك فالف، سب ارتيريال الفي اس دي وصلت للاورتيك والبالمونري فالف، الماسكولر الفي اس دي مش وصل لاي فالف من الرايت سايد، صح؟ حتى لو قريبه من الاورتيك فالف مالناش دعوه، مش وصل للتراكسبيد ولا البالمونري، والانلت في اس دي اللي هي ديت. الانلت في اس دي اللي هي ايه؟ اللي هو ال VSD واصله للتريكاسبيد فالف، الصراحه يعني واصله لل AV فالف، عشان هو الصراحه النوع ده
مشهور قوي في الايفي كانال، في الكمبليت ايفي كانال. اوكي، وفي الايفي كانال الصراحه ما بنسميش ده تريكاسبيد فالف، هو ده بيبقى كومن ايفي فالف. وبالتالي احنا في مره هنتكلم ان شاء الله عن الكانال، احنا مش هنتكلم عن الكانال النهارده، واحنا بس يعني الكلام جاب بعضه. فبما ان احنا بنقول ان في اس دي فهنقولها هنا، انما هو في مره كده ان شاء الله بنتكلم بس عن ايفي كانال. ومده منظر فور تشامبر فيو، رايت اتريوم رايت فنتركل، ليفت اتريوم ليفت فنتركل، في في اس دي هنا. فاكرين في الفور تشامبر فيو هو احنا كنا بنشوف انهي حته من السبتم؟ انلت، مش كده؟ انلت وميد ماسكولار وايبكس. قوم يبقى الحته دي هي اسمها انلت. قوم يبقى لو في في اس دي هنا واصل لل فالف يبقى اسمه انلت في اس دي. كمان نلاقي فوقه برايمري اس دي في اخر حته تحت في الاتريال سبتم. وبما ان في في اس دي من تحت واي اس دي من فوق والفالف ما اتقسمش، بيبقى كومن اي في فالف، قوم يبقى يسموه كانال، يعني كومبليت اي في كانال. انا بنتكلم عن الموضوع ده في مره غيرها يعني، انما بس عايز اشاور قد ايه ده منظر الانلت في اس دي بيبقى في فورتشن فيو. تفتكروا لو جبت صوره شورت اكسس فيو هشوف ايه؟ ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه، هشوف نوع نورمال عادي، صح؟ مش هشوف الفي اس دي خالص هناك، انليس هي كبيره قوي بقى وطالعه للاوتلت وحاجات كده. انما يعني في الطبيعي كده لو هي انلت بس في اس دي كده مش هشوفها خالص في الفيو الثاني. فاكرين في النورمال لما كنا بنشوف ده التراينجل اوف كوخ، ده الايبكس بتاعه ايفي نود ممبران سيبتم قدامه بيمشي كوندكشن باندل اوف هيس حاجات كده، اللي هو المنظر ده، صح؟ فهو الكوندكشن عايز تمشي كده، لو ده الايفي نود وده الباندل اوف هيس. هو الصراحه لما بيبقى فيه ايفي كانال كومبليت ايفي كانال، هو بيبقى فيه انلت في اس دي وفي برايم ام اس دي ومفيش فالف في النص. فاهمين حاجه؟ الحته دي فاضيه هواء، فيجي الكوندكشن يلاقي ما ينفعش يطير في الهواء كده، صح؟ يعني الحته المنطقه دي كلها على بعضها ديفكت، قوم لازم الفي اس دي الكوندكشن يترحل لاقرب مكان يعرف يوصل له المنطقه اللي كان عايز يروحها. قوم لو المنطقه دي على بعضها كده فيها ديفكت، قوم نلاقي في عينين الكومبليت ايفي كانال الايفي نود هي بتبقى displaced posterior وانفيرير، والباندل اوف هيس بتمشي على البوستيري انفيرير ايدج، انما تمشي مسافه طويله قوي 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 قبل ما ينفع تتقسم لباندل اوف رايت باندل برانش وليفت باندل برانش. فاهمين حاجه؟ ومن العيانين دول لو احنا عايزين نقفل هذا الديفكت وعايزين نحط اتش ناخد غرز كده 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 كده، هو امتى الواحد يجي له كومبليت هارد لوك؟ لو عورنا الايفي نود شخصيه او المين باندل اوف هيس او الاثنين برانشز، صح؟ فاحنا تفتكروا لو عورنا الرايت باندل برانش بس هيجي له كومبليت هارد لوك؟ لا، عشان هو يبقى الايفي نود عارفه تروح الباندل اوف هيس للليفت باندل برانش والكهرباء تمشي بعد كده من الليفت للرايت، فما بيجيلوش كومبليت هارد لوك. فاحنا لو خدنا بقى غرز كتير قوي 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 عند المين باندل اوف هيس اللي هي قبل ما يحصل لها برانشنج، هي اكثر عرضه انه يحصل كومبليت هارد لوك، وبالتالي عينين الايفي كانال هم اكثر عرضه من غيرهم ان يجي لهم كومبليت هارد لوك، علشان الكوندكشن هو ريليتد للايدج بتاع الديفكت منطقه اطول. كويس؟ ام ده المنظر رفلي كده بتاع، كان المفروض يبقى فيه تراينجل اوف كوخ هنا، صح؟ والايفي نوت تبقى هنا والباندل اوف هيس تمشي كده، الحته دي ديفكت هوا، فالايفي نوت بترحل بوستيري انفيرير ويمشي على البوستيري انفيرير ايدج بتاع ديفكت قبل ما تبدا تعمل برانش. يبقى ده المنظر الفيو بتاع الجراح، ده الليفت ايفي فالف الرايت ايفي فالف وده الليفت ايفي فالف، بس هما كومن فالف مفتوحين على بعض. اللي تحت ده كراست بتاع السبتم، كان المفروض يبقى تراينجل اوف كوخ هنا كده ويبقى الايبكس بتاع تراينجل اوف كوخ هنا، بس الحته دي اصلا فيها ديفكت فبترحل بوستيري انفيرير ويفضل ماشي على الكريست على السبتم قبل ما يتقسم. يبقى احنا اتكلمنا عن كام نوع في اس دي؟ اربعه. تاني هامنس في اس دي وصلت تراكاسبيد اورت، سب ارتيريال في اس دي وصلت بالمونري اورت، انلت في اس دي وصلت تراكاسبيد، الصراحه مش تراكاسبيد، الاي في فالف اللي هو كومن اي في فالف، عشان كده بنسميها كانال تايب في اس دي انلت في اس دي، صح؟ و
حاجه مش واصله لترايكاسبيد ولا بالمونري ونسميها الماسكولار في اس دي، وساعتها الماسكولار دي بقى نقعد نقول مكانها هي انلت ماسكولار او ماسكولار ميد ايبيكال انتيريور وهكذا. عايز اقول لكم على ملاحظه كده شويه، هي دي انهي في اس دي بريمامس، دي انهي في اس دي اوتلت ماسكولار، دي انهي في اس دي سب ارتيري. حد يكلمني كده، هو الباري ممنس في اس دي ايه علاقتها بالاورتيك فالف؟ تحت الاورتيك فالف صح. هو السب ارتيريال في اس دي ايه علاقتها بالاورتيك فالف؟ تحت الاورتيك فالف برضه صح. هو الاوتلت ماسكولار في اس دي ايه علاقتها بالاورتيك فالف؟ تحت الاورتيك فالف صح. اما مفيش نقص من سب اورتيك صح، مفيش نقص من سب اورتيك، سب اورتيك ده مكان، دي منطقه كده مش كده، علشان هو الباري ممنس تنفع تبقى سب اورتيك، والسب ارتيريال ينفع تبقى سب اورتيك، والاوتلت ماسكولار تنفع تبقى سبورتيك صح. هو الاوتلت ماسكولار دي ينفع تقفل بقسطره مش كده، في حين البريمينس والسب ارتيريال عاده بتقفل بجراحه. هو انا لو هقفل البريمينس في اس دي في الغالب الابروتش بيبقى ثرو تراكاسبيد فالف، لو هقفل السب ارتيريال في اس دي الابروتش بيبقى بالبلمونري فالف. هو الكوندكشن بقى شبه بعض ولا مختلف؟ مختلف صح. والخلاصه بقى انه لما حد قال لي سبورتيك في اس دي هو انا ما عرفتش اي حاجه، يعني عرفت ان هو في الاوتلت بتاع الرايت فنتريكل، بس هو انا ما عرفتش يعني اعملها جراحه ولا قسطره، اقفلها متركز من البلمونري، اخد بالي من الكوندكشن فوقها ولا اي حاجه صح خالص. مفيش نوع اسمه سب اورتيك، فتعالوا نقلل هذا الترم علشان هو مش بيدي المعلومات كامله، هو بيقول المكان انما مش بيقول اناتوميكال تايب كويس. وبالتالي انا عايز اقول حاجه على موضوع فاكرين المنظر ده مش كده؟ هو احنا هنا ايه؟ رايت اتريوم رايت فنتركل صح؟ وهنا ليفت فنتركل بالاماره ده الاورتيك فالف، ويبقى كده ال في او تي صح؟ تفتكروا لو في في اس دي هنا هي دي تبقى نوعها ايه؟ هي ماسكولار مش كده؟ الماسكولار دي ناحيه الانلت ولا ناحيه الاوتلت؟ انلت. ليه؟ ما هو تحت الاورطه اهو، ما هو ده ال في او تي ده اوت فلو تراكت صح؟ بنسمي الحاجات من وجهه نظر الرايت فنتركل. وبالتالي مع علما انه الانلت بتاع الرايت فنتركل ده بيفتح على الاوتلت بتاع الليفت فنتركل، انما بنسمي الحاجات من وجهه نظر الرايت فنتركل. فلو في في اس دي في المنطقه دي هنسميها انلت ماسكولار مش اوتلت ماسكولار. الاوتلت ماسكولار ده اظن الاوتلت بتاع الار في برضه مش بتاع ال في، وبالتالي الحاجات بتتسمى من وجهه نظر الرايت فنتركل. واتفقنا انه مفيش نوع اسمه سورتك، لحد ما حد يجي يقول لي على فكره لا انت مش عارف حاجه خالص. هو اكشلي في سورتك في الاماره في الفي اس دي بتاعت الدورف، بنقعد نقول بقى هو انت سب اورتك ولا سب بالمونيك، هو انت دبلي كوميتد ولا نون كوميتد صح؟ في سب اورتك ايه ايه صح. طيب هو احنا في الدبل اوت ترايد فنتكل ده درس تاني خالص، موضوع غيره اوكي، ان بيبقى في في اس دي برضه، انما في الدبل اوت ترايد فنتكل هو الفسيولوجي والبرزنتيشن والمانجمنت هو معتمد على مكان الفي اس دي مش نوعها مش الاناتوميكال تايب بتاعها. لسه الاناتوميكال تايب بيفضل مهم عشان الكوندكشن وشكل الايكو وحاجات كده، انما هو اكشلي الدم بيمشي يروح انهي جريد فيسل والعيان بيبقى عنده ساينوزس ولا ما عندوش، الحاجات ديت هي ليها علاقه بالفي اس دي في انهي منطقه مكان الفي اس دي مش نوعها. وبالتالي اي حاجه من دول لسه ليها اناتوميكال تايبس، يعني هي سب اورتيك بس ينفع تبقى باري ممنس ساعتها، او مش عارف ايه النون كوميتد دي ينفع تبقى مثلا ميد ماسكولار او ان حاجات كده، فاهمين حاجه؟ وبالتالي لما بنيجي نقول الاسامي دي في الدبل اوت ترايد فنتريكل احنا فعلا بنبقى قاصدين اماكن مش تايبس. وبالتالي تعالوا نريزرف كلمه سب اورتيك لما نبقى قاصدين نقول اللوكيشن بتاع في اس دي لما يكون دبل اوتلت رايت فنتريكل. انا مش عايز الخبطكم، انسوا الكلام ده، انا بس عايز اقول انه لو حد قرا كده هي حاجه مختلفه اوكي، لحد ما نوصل لدرس الدبل اوتلت رايت فنتريكل.
طيب كون ان في في اس دي ده لا يمنع وجود غيره. اكشلي اتز ا كومن اسوشيشن انه لو في حد عنده في اس دي ان يبقى عنده في اس دي غيرها، وبالتالي ينفع يبقى في مالتيبل في اس ديز، هم دول مثلا مالتيبل ماسكولار في اس ديز صح. ممكن يبقى الفي اس ديز كتير قوي لحد ما يبقى الفي اس ديز اكتر من السبتم، هم يبقى السبتم قليل وفي اس دي كتير وفي اماكن كتير قوي، هم بيبقى صعب قوي نقفلها دي صح. يسموها سويس تشيز سبتم، عارفين سويس تشيز الجبنه بتاعت توم انجيري دي عارف هي دي. فيبقى يعني في اس ديز كتير قوي لدرجه انه مفيش بواقي سبتم قوي نعرف نقفله. طيب ف في حاجه اسمها مال الاينمنت في اس دي، وساعتها يبقى الماسكولار سبتم مش على نفس البلين بتاع الكونال سبتم. يعني ايه؟ مش هقول دلوقتي، انظر صفحه الفالو. بنتكلم بقى في الفالو كتير قوي قوي على الموضوع ده، فانا بس بقول ان في حاجه اسمها كده. اجين ده مش اناتوميكال تايب، ده وصف الشكل الريليشن بتاع بقيه وبواقي السبتم عامله ازاي بالنسبه لبعض. اوكي ماشي. ف I'll go very quickly يعني through the pathophysiology. احنا اتكلمنا مره كامله على pathophysiology بتاع left right channels، فتعالى نرجع لها. انما اتفقنا ان الفلو بيساوي البريشر جريدينت ديفايد باي ريزيستنس، وبالتالي لو احنا عندنا اثنين سيركيليشنز، واحده فيها هاي ريزيستنس مثلا اسمها سيستميك، والثانيه فيها لو ريزيستنس مثلا اسمها بالمونري، وبعدين وبالتالي هيبقى البريشر في ال في البالمونري هيبقى اقل علشان الريزيستنس، سوري البريشر في البالمونري هيبقى اقل علشان الريزيستنس قليله، في حين انه البريشر في السيستميك هيبقى عالي عشان الريزيستنس عالي. وبالتالي لو واحد عايز يعدي نفس كميه الدم ولاقي قدامه ريزيستنس جامده فهيزق جامد فيجنريت بريشر عالي، انما لو ريزيستنس قليله هيزق زقه صغيره يلاقي الدم عدى وبالتالي مش محتاج يجنريت هذا البريشر. تفتكروا لو في سيركيليشن فيها بريشر عالي بقت مفتوحه على سيركيليشن فيها بريشر قليل، الدم هيمشي من البريشر العالي اللي هو السيستميك للبريشر القليل اللي هو البالمونري. وبالتالي في الطبيعي كده لو حد عنده في اس دي الدم بيمشي ليفت رايت كويس، ولو الدم مشي ليفت رايت هو ده معناه انه البالمونري فلو هيبقى اكتر من السيستميك فلو. ومساعتها لو قلت الكيو بي على كيو اس يعني هو الريشيو بين البالمونري والسيستميك فلو هتبقى اكتر من واحد عشان البالمونري فلو اكتر. معلومة ان البولمونري فاسكولار ريزيستنس قليل هو ده حاجه بيحصل ايميديتلي عند الولاده، انما بيفضل البولمونري فاسكولار ريزيستنس اعلى شويه من الطبيعي من الادلت ليفل اول فيو ويكس، وبالتالي بعد شهرين ثلاثه كده بنبدا البولمونري فاسكولار ريزيستنس تبقى قليله قوي. ومساعتها اول ما البيبي بيتولد وعنده في اس دي في الغالب ما بيبقاش فيري فيري سيمتوماتيك، وتبدا السيمتومز تزيد قوي في اول كذا اسبوع علشان البولمونري فاسكولار ريزيستنس تقل ومن الشنط بيزيد قوي اكروس الفي اس دي. وبالتالي مش هقعد امتحنكم في الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده مش كده. قوم لو في عين عنده في اس دي ده بلوك دياجرام، قوم يبقى اس في سي اي في سي رايت اتريوم رايت فينتريكل بالمونري بالمونري ارتريز ودول بالمونري فينز ليفت اتريوم ليفت فينتريكل اورتا. قام لو في كوميونيكيشن بين الاثنين فينتريكلز الدم هيمشي من الليفت للرايت، التشيمبر اللي بيجي لها فوليوم لود بيحصل لها dilatation، اللي بتشوف pressure load بيحصل لها hypertrophy. ام انهي هنا chambers هتبقى شايفة volume load وتبقى dilated pulmonary arteries pulmonary veins left atrium left ventricle ومش right ventricle، علما انه بيمشي فيه دم كتير انما الدم ده بيدخل وهو الventricle contracted في السيستول صح، فما بيقاش فيه وقت كفاية انه هو dilate. وبالتالي في ال VSD left side of the heart بيبقى dilated left atrium left ventricle pulmonary arteries pulmonary veins. واتفقنا بقى ان في حاجه اسمها restrictive VSD و non restrictive VSD. يبقى restrictive اللي هو ال VSD that is small enough such that it restricts flow across. اوكي وبالتالي يبقى ال VSD صغيره يبقى الدم مش عارف يعدي براحته ومش عارفين ايكولايز البريشر، فيفضل ال LV pressure اعلى من ال RV pressure مثلا. اوكي قوم يبقى في بريشر جريدينت اكروس ات. وطبعا البريشر جريدينت ده عشان يبقى كونسيدربل كده محتاج يبقى كويس، يعني حاجه 60 70 بريشر جريدينت، عشان هو لو بريشر جريدينت اكروس ات 10 ده معناه ان لو السيستميك بريشر 100 البلمونري بريشر 90 ده عالي قوي صح، فلازم نقول انه في سيجنيفيكانت بريشر دروب اكروس. لو هو ريستريكتيف في اس دي هيعمل فوليوم لود بس، انما لو كمان
نون ريستريكتيف في اس دي هيبقى كمان بيعمل بريشر لود، وبالتالي البلمونري سيركيليشن هتبقى اكسبوزد لهاي سيستميك بريشر. واتفقنا على الكونسيكونسز بتاعت كده، واتفقنا انه لو بصينا على الاكس راي بتاع عيان عنده في اس دي، هو عنده دايليتد بلمونري فين ليفت اتريوم ليفت فنتريكل، صح؟ وبالتالي لو ليفت فنتريكل دايليتد هيبقى فيه كارديوميجالي، لو في لو البلمونري ارتري دايليتد هيبقى الشادو بتاعه كبير، لو البلمونري فينز دايليتد هيبقى كمان في لونج ماركينجز كتير سميها بليثرا، مش كده؟ وبالتالي في اللاترال اكس راي كمان نقدر نشوف الليفت اتريوم. فده منظر عيان عنده في اس دي، صح؟ ده اكس راي بتاع لونج بليثوريك عنده كارديوميجالي، البلمونري ارتري شادو كبير. ولو فضلنا مستنيين كتير 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 قوي على عنده يحصل له ايه؟ بلمونري فلو كتير قوي، يبقى فيري سيمتوماتيك، مش عارف تشست انفكشنز، فيلير تو ثرايف، حاجات كده. وبعد كده البلمونري فاسكولار بيد يحصل له فاسكو كونستريكشن عشان يبروتكت اللونج كابيلاريز من هذا الفيري هاي فلو. قوم يحصل ايه في البلمونري فاسكولار ريزيستنس؟ تزيد، وبنقفل الفي اس دي وبترجع تدايركت تاني وخلاص. انما لو استنينا كتير قوي 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 لحد ما هذا الفازو كونستريكشن يعني الانكريز في البلمونري فاسكولار ريزيستنس بقى ايرريفرسبل، قوم يحصل انكريز قوي للبلمونري بريشر، هو ريزيستنس دي زودت قوي فزودت البلمونري بريشر، قلب الشنط عشان البي بريشر بقت اعلى من السيستميك، وبالتالي يبدا العيان يجيله ساينوزس، السيمتومز بتاعه البلمونري اوفر فلوت ال، و بالاكس راي بقى يحصل له ايه؟ يبقى اوليجيميك، صح؟ يبطل يبقى في بليثرا، الكارديوميجالي يقل عشان ال في هيبطل يجيب دم كتير، انما يفضل الكارديك البلمونري ارتري شادو كبير، وبنعمل له قسطره لو لقينا البلمونري فاسكولار ريزيستنس دي هاي وريفرسبل، نسمي ايه؟ ايزنمنجر سيندروم، صح؟ يبقى ايه هو الايزنمنجر سيندروم؟ هو العيان اللي كان عنده هاي بلمونري فلو تسبب في ايرريفرسبل انكريز في البلمونري فاسكولار ريزيستنس، تسبب في ريفرسال شنت، كويس؟ ويبقى ده نقفله في اس دي؟ لا ما يقفلوش. يبقى احنا قلنا النهارده اتكلمنا انه الفي اس دي ده حاجه مشهوره ومهمه، هو الموست كومن كونجيتال هارد افكت، هو موجود في امراض تانية كتير، انما كان معظم كلامنا النهارده على الايزوليتد في اس دي. عندنا نتكلم شويه على نورمال اناتومي، واتكلمنا جامد على التايبس اللي هم اتفقنا ان هم اربع انواع، وتاتشت سريعا على الباثوفيزيولوجي. احنا كده خلصنا ان شاء الله. المفروض سهى هتبقى بتتكلم على حاجات ريليتد لكده في الدايجنوزس ان شاء الله المره اللي جايه. اللي بعدها هنبقى بنكمل بقى بقيه الحاجات بتاعه الاسوشيشنز والناتشرال هيستوري، ويا ترى الريبير امتى نعمله، والتايم يعني مين نعمله كلوزر الفي اس دي ومين لا، ايه التايمينج بتاع كده، جراحه ولا قسطره، والريزلت بتاع كده. حد عنده اي اسئله؟ شكرا جزيلا.